هل رأيت إنسانا صادقا يصلي من دون خضوع أو خشوع؟ لابد للإنسان أن يصفو شرابه في الاستكانة والخضوع، فإن وصل إلى هذا المقام وازداد به خضوعه وخشوعه حزنا، سيمسك بيده ذلكم المقام ويقول هذا هو الحب، لكنه إن تعرف عليه سلم قلبه لله جل جلاله وسلم أحشاءه معه. فالمستكين إن فقد تحول حزنه هذا إلى مقام يسمى بمقام الوصب،